السلام عليكم البنات، امهات، المتتبعات ديالي كاملين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي. اليوم احنا معروضين عند دار عمي، جينا عندهم ضلينا معاهم، لقينا مرات ولد عمي مجد علينا واحد الشير واعر كيحمى. انا غشته بثلاث تبارك الله، ما كيجيش بحال الشير ديالي، كيجي زوين، كيجي غزال. ها هو غنوريه لكم، حمقني. كنت شاركته مع البنات ستوري ملي دخلت، درت لكم ستوري في الانستغرام. اصلا كنشارككم اليوميات ديالي دائما في الانستغرام، ها هو الانستغرام ديالي غنخليه لكم مكتوب، وغتلقاو حتى الرابط ديالو في صندوق الوصف، دخلوا عندي البنات، راه كنحط لكم اليوميات ديالي ديما تما. المهم صورته لكم والبنات كلهم قالوا لي عافاك شاركينا هذا الشير ديال مرات ولد عمك. ها هي سميتها ساره، وهادو بنات عمي سعيده ونوره، راكم عارفينها اللي مشات معنا للحديقه. سلام، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ايوا، وحنايا كنوجدوا في الفطور، وان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم الشيار بجميع التفاصيل، الطريقه ديالو من الاول حتى الاخر. والشيار راه ديال ناس الشاويه الاصليين، مرات ولد عمي راه ما شاء الله راه زوجاتها من الشاويه وجات كديروا داك الشيء واعر ما شاء الله، البلدي، الملوي، المخمر، الكيكات، الحرشه، كل شيء من يديها كيجي غزال تبارك الله. وراه كتخدم حتى لي كوموند غير صحاباتها والعائله، واللي بغى شي حاجه كتوجدها لي. غنخلي لكم الرقم ديالها البنات، تواصلوا معها، اللي بغات الشير، اللي بغات الملوي، الحرشه، الكيكات، اي حاجه راه كتوجد من دارها، كتخدم من دارها. بالنسبه للعيالات اللي خدامين وكيبغيو ياخذوا هكايا الملوي، المخمار على برا، راه ما تلقاوش ما احسن من شي حاجه ديال الدار. وها هي ساره غتورينا الشير ديالها وتسلم عليكم. وها هو الشير تبارك الله ما شاء الله، هنا راه تسالينا الطياب. عاد صورت لكم المقدمه، هنا راه درنا الفطور تبارك الله، ناضت ساره الصباح بكري وعجناته وخمر، وما شاء الله عليها، راه الناس ديال الشاويه الناس الجود والكرام، ومعروفين تينوضوا بكري ويوجدوا الشير ويفرحوا بالضياف ديالهم. الله يكثر خيرك وشكرا، شكرا ديما ساره حمكبره بينا. المتتبعات ديال سناء الخوخي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ايوا كنتمنى هاد الشير هذا ديالي يعجبكم. ايوا ها الشير ديالي اللي شاركت معاكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. غزال اول ما جات سناء قالت لي والو نشارك معاك هذا الشير، قالت لي الشير عرفتوا علاش البنات بعدا البنات شوفوا واحد الحاجه انا اللي حمقتني في الشير، هادو راه خاوين، هادو راه بواقات خاوين، كله كيجي مبوق، كيجي بحال السفنجه، كيجي كيحمق. ان شاء الله غير تبعوا الخطوات والطريقه غيجيكم رائع ان شاء الله، الطريقه ان شاء الله تجيهم سهله، سهله، وشاركتكم جميع النصائح والاسرار والتفاصيل باش ينجح معاكم، ما خبينا حتى شي حاجه. واللي ما فيها ما توجدوا، اللي خدامه، اللي مشغوله، اللي ما عندهاش الوقت تكومونديه من عند ساره، غنخلي لكم الرقم ديالها، راه كدير الكيكات، كدير اي حاجه ديال الدار بغيتوها تواصلوا معاها ان شاء الله. حتى هي معاونه وليداتها مع الزمان، راكم عارفين الواحد ماشي عيب يخدم من دارو، بالخصوص الطياب، كاينين الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يديروا هذا الشيء، فشي كيخدم مع شي، هذا الشيء اللي كاين البنات. مهم ما نطولش عليكم، ندوزوا ان شاء الله الطريقه ديال العجينه والتفاصيل ديال هذا الشيء كامل ان شاء الله، نتمنوا يعجبكم. هانتوما معانا، وهنايا البنات غندوزوا مع ساره باش غنعجنوا معاها الشيء ان شاء الله، تعطيكم الطريقه كامله بالتفصيل، المبتدئات وحتى اللي ما عمرها دارته ان شاء الله غادي ينجح معاها. هنا راه دارت الطحين، هنا شحال عندنا ديال الكميه؟ هنايا عندنا كيلو ديال الفورص ونص كيلو سبيسيال، كيلو ديال الفورص الدقيق الرطب البيض، ونص كيلو ديال القمح الفينو سبيسيال. كناخذوا تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقة الملحة. ما كديريش سكر سنيدة؟ لا ما كندير سكر سنيدة، ما كديرش هي فيه سكر سنيدة، غير كيلو ديال دقيق الفورص مع نص كيلو ديال القمح الفينو، الملحة والخميرة. وبالنسبة اللي بغات دير كمية أقل غدير نص كيلو ديال الفورص، دير نص كيلو ديال الفورص وربعة ديال الفينو، وربعة ديال الفينو صافي، وغتعجنيه بالما دافي. شوف نخلط الفورص مع الفينو، اهم حاجه هي العجينه، الطريقه هي العجينه، خاصكم تتبعوا ان شاء الله الخطوات مزيان ديال العجينه باش تنجح معاكم. هنا راه المدافي، صافي هنايا كتبدا تجمع العجينه بالمدافي كيف ما شفتوا، صافي في الاول كتبدا تجمع العجينه غير باليد كيف ما شفتوا،
غير بيد وحده. تبعوا ان شاء الله البنات الفيديو باش غادي تاخذوا جميع الاسرار باش ينجح معكم ان شاء الله. هنايا في الاول العجينه راه ما خصهمش يجريوها، لا في شويه كتبقى شويه ما قاصحاش فين غادي وما مرخوفاش باش ما عاوتاني الا قصحتيها مع الفينول فورس كيقصح، والا قصح مشكل باش كتبقى لكم. هنايا البنات غادي تخليوها مرخوفه فين غدلكوا واحد شويه وعاد غتجريوها، ان داك الدليك هو اللي كيلعب دور باش كتجي زوينه. هانتوما شوفوا البنات دابا غنخليها واحد 5 دقائق ونرجع ندلكها. علاش كتخليها؟ غير باش ملي نبدا ندلك فيها دغيا تعطيني الطوع، بحال كتجمعيها كتخليها ترتاح ترقدها واحد شويه تشربتها شويه. المهم كيف ما شفتوا البنات راه غير جمعاتها غتخليها واحد شويه واحد 5 دقائق ترتاح وعاد غترجع تدلكها. اهم حاجه البنات راه شفتوا الحاجه واخا تاخذوا المقادير ديالها، ولكن البنات راه الطريقه هي اللي كتلعب دور كبير باش تنجح معكم الوصفه. غير تبعوا ان شاء الله الطريقه واللي دارتو غادي ينجح معاها. واحد شويه ونرجع معكم. وهنايا البنات راه خلات ورقدات واحد شويه وعاد غترجع دلكم. كنلقاه بحال جمع راسو، شتي بحال جمع راسو، قلتي لي بحال تدلك وكتعاونك حتى تفدليك صافي كتمشي معاك. باش كنقول لك ما تخليها ما تقصحيهاش، الا قصحت العجينه ما تبغيش تدلك لك دغيا، غتبقى انت كدلكي فيها وهي قاصحه. هانتوما كاينه شويه ديال الوقت ديال الدليك. دليك ضروري البنات، راه هو باش كتجي الحاجه زوينه ملي كتكون مدلوكه، بالخصوص الشيه. باش مدلوك بالاخص الشيه ضروري كيبغي الدليكيه فاش كيجي من الفوق، وكيجيو فيه دوك التبويقات مع الجناب عرفتو، كيجي واعر وكتجي في واحد الخفه بزاف. انا الصراحه كندير، ولكن ملي ذقتو عندها عجبني، قلت لها الشيار ديالك زوين صراحه احسن من ديالي. لا انت ديالك زوين الله يسلمك. ربي يخليك. هو سبحان الله كل واحد وشنو عنده في يده، وبالخصوص ساره راه معلماها نيت على الاصول ديالو من الشاويه. من الشاويه معروفين بهذا الشيار هذا، كنديروه بزاف واي واحد كيعرف يدير الشيار. صراحه البنات ساره شاويه حتى هي بحالنا ومعلماه في الشاويه، مازال حنايا خديناه غير على ماما كنشوفها هكا كديرو هي تبارك الله ما شاء الله راه محترفه. شوفوا البنات الدلكه كيفاش كدير لي، انا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو كاع، بغيتكم تشوفوا حتى الدليك كيفاش كدير لي. كنعطيها غير الكف هكا كتبقاي جايه بالكف حتى الاخر وكترجعي تقلبيها وتترجعي. ولا شفتوا راه العجينه راه ما قاصحاش راه جاريه شويه باش الدليك كيجيك ساهل ما تعذبكش. الماء ما كتبدا تزيدي حتى كدلكيها صافي كندلكها ونحس بيها بدات كتدلك صافي وكنبدا ندير في الماء، لان عاوتاني الا جرات ما غاتجيكش في الدليك. انتوما كيف ما شفتوا الدليك راه باين في الفيديو واضح بالنسبه للمبتدئات ولا اللي ما عمرها وجداتو، تبعي ان شاء الله ان شاء الله تتبع على الطريقه ان شاء الله دغيا. هانتوما كيف ما شفتوا بعد ما كيتدلك كتجمع العجينه صافي كنبدا ندير في الماء، كتبدا دير في الماء صافي كنبدا ندخل دابا في الماء هكا. وهو سبحان الله واحد المره جربته في العجانه ما كيجيش في العجان، كيبغي هو يتعجن باليد. كيبغي يتعجن باليد حيت كتحكمي في العجينه ديالو. العجانه ما غتعرفيش تحكمي بيدك كتعرفي كيفاش خاصها تكون جاريه. هانتوما البنات كتشوفوا الطريقه هكا حتى كنحسوا بها بدات كتطلق. شوف هاد المرحله راه كتبحال كدلكي وكتزيدي الماء وكتدخلي فيه الماء. صافي
صافي البنات غنستمر نفس الطريقه. صافي كنوريكم كيفاش كتبقى العجينه. كتبقى تدخل الماء حتى كيتجمع العجينه وكتعاود تزيد الماء صافي وهي كتجمع حتى كتجرى. والسر ديالو كامل البنات هو انك انت كدلكي وانت كتجري فيه. راه اللي بغات زعما تختصر من الاول ما غاديش يجي زوين نهائيا. خاصك دلكي شويه وعاد كنتي كتجري وانت هي كدلكي فيه باش ينجح معك. انت ترشي في الماء وانت دلكي حتى كيتجمع. هانتوما العجينة راه جرات وباقا كتزيد ليها الما. صافي نخليها بحال ما هكا شتو. شوف البنات العجينه كتهز هي راه ما جاتني ما جاريش بزاف كاع هكا انت كتخليها. ها انتما شوفوا ملي كديريها كتخمر كتزيد وهنايا البنات هانتوما شوفوا العجينه شحال مرخوفه غديرها دابا في البانيو ضروري البانيو ضروري كنديرها في البانيو ولا الكوكوط اللي بغى يديرها في الكوكوط يديرها ويسد عليها حتى الكوكوط. يا اما الكوكوط يا اما البانيو هكايا باش تخمر صافي وكنغطي عليها حتى كتخمر حتى كتوصل العجينه الفوق. صافي وتتشوفوا معنا كيفاش كنطيبوا ان شاء الله. هنايا البنات بعد ما خمرت العجينه شوفوا تبارك الله راه طلعت حتى لصقات في داك البلاطو اللي قلبت على البانيو لصقات فيه العجينه ياك ساره. دابا يا هنايا السر ديالها راه ما كتهش العجينه بالزيت كتهز العجينه بالماء باش ما تلصقش. ديري يديها في الماء صافي كنهبط هذيك العجينه كامله. هنايا كتبقى ديرها البنات يديها في الماء كيف ما شفتوا حتى كنهبطها كامله بحال كتخويها من داك الهواء اللي فيها. ها انتم شفتوا البنات كتبقى دير يدها في الماء وهي كتخويها من داك الهواء اللي فيها. حتى داك الزيت ملي كتبقاي تقطعي به كيلصق في العجينه ما كيبغيش يحيد من الزيت. غير الماء وانتوما كتدوروا بحال هكا. ها انتوما شفتوا لنا الطريق صافي خرجنا منها الهواء كامل. صافي كنخليوها دابا كنبداو نكوروها كنخلطوا سبيسيال مع الفورز. ها انتوما هنايا الفورز والفينو كيتخلطوا هكايا كنخلطهم بجوجهم صافي هو باش كنكورها. وهنايا الزيت حتى كتبغي طيب ما كتقيسيش كاع نهائيا. هنا البنات راه في الاول ملي كتكون تكور ما كتقيش الزيت غير الماء. وهنايا كيف ما شفتوا راه خلطات الفينو مع الفورس وصافي غنبداو ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش تكوروهم. صافي هنايا البنات دارت البلاطو اللي غتبقى تحط فيه الكريسات وغتبدا دابا غنبداو نكوروهم. كديري يدك في الماء يدي في الماء باش ما تلصقش فيا العجينه. صافي كناخذ بحال هكا هانتوما الطريقه كناخذ القياس الكره اللي غادي ندير كتجمعي ليها الجناب ديالها كنجمع ليها الجناب ديالها كندخلها حتى ما كتبقاش تلصق ليا في يدي. صافي كندير لها هكا وكنحطها. هانتوما الطريقه الثانيه اهم حاجه ديروا يدكم في الماء ودهنوا باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم. وانتوما شوفوا الطريقه كيفاش كتكورها سهله سهله بحال كتبقاي تجمعي الجناب الوسط. اي الجناب كتدخليهم الوسط
صافي كنحطها حداها ونعاودو معاهم الثالثة. راه ساهلة هاد الطريقة البنات اللي بغات الشيار كاينة هنايا في تمارة، هنايا راها مرات ولد عمي راه ساكنة في تمارة، اي وحده هنا في تمارة والنواحي وبغات الشيار راها كتخدم لي كومون، كتخدم الملوي الكيكات كتخدم الحلوى يعني غريبه الفقاص حليوات ديال الدار اللي كتبغي حليوات هكا ساهلين ديال الدار، والشيار الملوي المسمن التريد ديال الرفيسه اللي كتبغي هكا الرفيسه تاخذ ليها مسمن واجد مقطع مقاد اي حاجه. غنخلي لكم النمره ديال ساره تواصلوا معها راه كتخدم من الدار، اللي بغات شي حاجه مرحبا، واللي بغات حتى هاد الشيار وعجبها تواصل معها تكوموندي عندها الا كانت هنا في تمارة راه توجدوا ليها ان شاء الله. انا نخلي لكم النمره تواصلوا معاه. هنايا البنات ها نتوما بعد ما عمرت هذا البلاطو هذا بالعجينه راه بقات لي وحطات هنايا، دابا ان شاء الله غندوزوا للطياب. غنبدا نطي ناخذ شويه ندير شويه الزيت هنايا باش ما يلصقش بيناتهم. نتوما كدير شويه الزيت هكايا لانهم كيخمروا كيلصقوا كيلصقوا على بعضياتهم، ماشي يطولوا عليهم بزاف، غير يسالوا ويبداو يطيبوا، حيت عاوتاني الا خمر بزاف راه ما غاديش لا غير تكملوا ديك العجينه اللي عندكم كامله هكا تكوروها وبداو طيبوا من الاولى. هنايا راه درنا جوج مقالي ياك صافي، راه كندير جوج مقالي، انا ما كنديرش هذيك ديال الوجده ديال المخامر هذه الخفيفه، انا كندير هذه الخفيفه، هذه كتصايب هذا الشيار كيجي فيها تبارك الله زوين، حيت هي خفيفه على الاخرى، الاخرى ثقيله هو كيبغي يخفف باش يطلع تلفخ. وانتم غتشوفوا معنا الطريقه الطياب ان شاء الله. دابا كناخذ شويه الزيت كندهن هنايا في الارض، كناخذ الاولى اللي بدينا بها صافي هكا كندير فوق منها شويه الزيت صافي كندير لها هكا كتقرصها شويه كنقرصها شويه بالزيت كندير شويه الزيت في المقله باش ما تاول وحده باش ما تلصقش غير في الاول صافي كنحطها هكا. ها نتوما البنات كتقادها بحال الجنيبات كما كترقيهمش ياك صافي. لا ما كنرقيهمش هذا هو السر صافي كناخذ في الجنيبات راه ما كترققهمش في التقراص. ها نتوما شوفوا عاود معكم الثانيه باش يشوفوا مزيان الطريق. كدهن شويه بالزيت والزيت راه ما كتكثرش غير ديك الشويه غير اللي دهنت بها في التحت ومن الفوق صافي كتهزيها هكا وكتحطها والجنيبات راهم كتخليهم غلاضين شويه ما كترققهمش ديك اللي قتلتو الجنيبات هي فاش ما كيطلعش ما كيطلعش ما كتبقاش في ديك التبويقات في الجنان. دابا انا البنات راني بحالي بحالكم، حتى انا راه كنتعلم الطريقه ديالها حتى عجبني الشيال وكنلاحظ دابا زعما التفاصيل كيفاش كتصاوبوا والبوطه راه مجهده مني كيكون على الجهه التحتانيه كتكون مجهده باش يطلع دغيا ماشي مجهده بزاف متوسطه ماشي مجهده بزاف وماشي مهيله متوسطه والمقله خاصها تكون خفيفه باش يطلع ويتبوق وتنفخ ليكم من الجناب خاص المقله تكون خفيفه ديك المقله الثقيله دوجده راه ما كتصرعوا الصراحه بحال هذه وكتخليه قلتي لي حتى كيطيب من التحت مزيان عاد كتقلبي صافي لا هو حتى كيتنفخ كيبانوا ليا دوك البواقات طلعوا صافي كنرش شويه الزيت. ها نتوما كيف ما شفتوا رشات شويه ديال الزيت صافي شويه. ها نتوما شوفوا هذه حتى هي تبارك الله شحال طلعت كلها تبوقات غير تبعوا ان شاء الله الطريقه اللي عطاتكم ساره من الاول صافي كيبدا ينشف شويه كنقلب شتي هاي كيبدا بحال تبان لكم طاب شوف تبارك الله راه طاب من التحت مزيان عاد قلبات والجنيبات راه كلهم مبوقين شوفوا الجنيبات تبارك الله كلهم كيتبوق كيجي غزال كيجي غزال تبارك الله وباش يزربوا يديروا جوج مقالي جوج مقالي دغيا كتزربي عليه ماشي بحال وحده كتبقاي تسناي بالوحده والجنابه البنات تقريصه اهم حاجه غنعاود معكم وحيده في التقرا شوفوا تبارك الله كيجا شوفوا تبارك الله كيجا وريهم الجنيبات شوفوا تبارك الله كلهم مبوقين مبوق من اول وحده كديريها شفتي اول وحده شاركناها معكم تبارك الله شوفوا كيجات ها انتم شوفوا تبارك الله من اول وحده
من اول وحده شوفوا تبارك الله انتما تبوا ما يعطيك الصحه. ها انتما شوفوا التقريصه البنات، شوف كتضرب الوسط وما كتبقاش الجناب. شوفوا التقراص راه هو اهم حاجه باش يجيكم منفوخ، كتضرب الوسط والجناب ما كتضربوش صافي وكتحط. وغاديك الزويته اللي قرصتي بها صافي الا لاحظتوا راه يبانوا لكم الجناب غلاضين شويه على الوسط، باش هكا كيطلع داك الوسط والجناب ما كيجيوش رقاق. هانتوما البنات تقريصه تقريصه اهم حاجه، كلشي على التقريصه. هانتوما شوف ملي كتبدا تقرص كتقرص في الوسط وما كتقش الجناب. لا هانتوما بحال كدفع دوك الجناب كيبقاو منفوخين بهاد الطريقه صافي وصافي. وفي المره الثانيه ما كتبقاش ترشي المقله بالزيت غير في الاول. لا غير في الاول غير باش ما تلصقش وصافي. وشوفوا دوك الجنيبات اللي كتخلي كيبداو يطلعوا يتنفخوا وحتى الوسط كيطلع معاهم. شفتي غنشوفوا هادو بداو كيطلعوا صافي، كنديروا شويه الزيت ما تخليوهاش تبان هذه كامله تنشف من هنايا تطيب. لا الطريقه هذه كنحط فوق منها وحده حتى كطيب الاولى باش كتحمر كامله كتجي مسطحه في التحميره صافي. هذه حتى هي مقطعه وكتقليها بوحده اخرى. كنتقلب شوفوا تبارك الله هذا الحيال وهذا الشيء راه كنعطيكم زعما والله العظيم الطريقه بالتفصيل باش ينجح معاكم مليون في الميه ان شاء الله. ها انتم شفتوا دابا الاولين علاش ما تقلاتهمش؟ لان ما كانت عندنا حتى شي وحده اخرى. هما الاولين من بعد غير كيطيبوا الاولين. ها انتم شوفوا صافي تبارك الله شوفوا كيفاش جا جا غزال تبارك الله. صافي ها انتم كنمشيو للخر. ها هي حتى هي كتجي محمره طريقه سهله ان شاء الله. غير زعمو وديرو زعمو وديرو راسان والحاجه راه زعما اللي كتخاف من الصقش. لا لا اول مره مني صايبته الا غير شفت غير شفتي هكا يا تبارك الله هو. صافي وصايبته. شوفوا جناب البنات راه ما كنضربهمش انا، راه كنركز لكم على دوك لي ديطاي باش يجيكم بحال اللي جاهيه. هانتوما كتبدا تقرص كتضرب غير الوسط. شفتي ملي كنبدا نقرص هاد البواطي كي بحال كتخرجيهم ملي كتقدر بالوسط بحال الا كتقرصي في البيتزا. اي بحال في البيتزا حتى انا طريقه البيتزا ديالي بحال ما هكا كتبقاي تقرصي وكتخلي الجناب صافي وكتهزها وكتحطها في المقله. ها انتما شفتوا الله غير يطيبوا هادو باش ما نطولش عليكم. صافي دابا غندور نرشوا الزيت شي ملي كتبغي كيبدا هو كيبدا ينشف كنعرفوه راه باللي طاب باللي طاب من تحت. ايوا ما خصهاش تنشف كلها. شتيها مني عطرها. ايوا ما خصهاش البنات تنشف كلها وغير تقلبوها غتقلوها بجوج شيارات حيت جوج مقالي غتقلو كلها وحده بشيار كلها محمره. وملي كتقلبيه راه غير كيذهب ما كتخليش حتى كيتحمر بزاف. انتوما شوف غير كيذهب صافي كتحيدو دوروا بحال هكا كندورو هكا باش كتحمر. وراه كتجي فيها البنات واحد الخفه راه بحال الا كتاكلو في السفنج بالخصوص الا دهنتو بالزبده والعسل راه ما نقولش ليكم كيجي واعر. انا راه كنت شاركتو مع البنات في الانستغرام راه كنخلي لكم الانستغرام ديالي البنات في صندوق الوصف وتبارك الله كي كيجي غزال. الله يعطيك الصحه اللي بغاتو البنات وتشهاتو وما فيها اللي توجدوا. هاي النمره ديال ساره تواصل معاها راه كديرو بحال اللي كتشوفو هكايا في الفيديو غتلقاو حتى مباشره هنايا البنات. غادي ندوزو باش ندهنوه راه كيكون اصلا باقي سخون ولا برد ضروري سخنوه واحد شويه عاد باش دهنوه كيبغي يكون سخون. وحنا هنايا ما كنديروش الزبده لحقاش تكون شويه مضره على الصباح وهذا بنادم يلاه فايق. درنا زبيته بلديه ودرنا العسل. الزيت البلديه البنات والعسل تبارك الله ما شاء الله ما شهيتكم في هذا الشيار هذا جا غزال. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم الزيت هنايا راه الزيت من ديك الزليفه دارت منها درنا الغدا راه عرفتوا تقريبا الربع ديال الزلافه اللي استعملت في الطياب ديالو كامل ما كيهش الزيت نهائيا. راه الا لاحظتوا البنات في الاول ملي وريتكم الشيار طيب راه كانت الزلافه ديك الساعه ردوا ليها البال في الفيديو. شوفوها راه ما كانتش عامره مزيان
ردوا البال راه غير دابا تا دارت منها في البرمام اللي ردات الغداء قلت لها ما وريتهمش شحال ديال الزيت اللي استعملتي كيهز شويه ديال الزيت وشوفوا تبارك الله راه الطبسيل وعاد باقي ما دهناش كلشي مع تبارك الله كثير دهنا غير هذا الطبسيل هذا اللي غنفطروا به كيجي غزال ان شاء الله غير ديروا الطريقه تبعوا الطريقه ديال ساره من الاول حتى الاخر ووجدوه غادي ينجح معكم ان شاء الله وحسنا بنت عمي راه هي اللي دابا دهناته معكم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الطريقه وهنا غنختم معكم الفيديو ديالي غنقول لكم شكرا على حسن المتابعه وتعاليكم الزوينه اللي كتخليو ليا واللي تشهات السيارة وما فيها ما ديروا تكومونديه من عند ساره هي النمره ديالها خليتها لكم غنقول لكم سلام عليكم خليت لكم الراحه تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.